حمزة بن دلاج خلاص قرب يطلع، خطير لدرجة ان هو دوخ المكتب التحيات الفيدرالي. حمزة بن دلاج شاب جزائري عنده 36 سنة، مهندس في الحاسب الآلي، ده اللي ساعده وخلاه بقى شاطر في البرمجة والقرصنة الإلكترونية كأخطر المخترقين حول العالم. قصة بن دلاج قدر ان هو يطور فيروس بطريقة سريعة، مساعدة صديق روسي يسماه سباي اي، قدروا ان هم يزرعوا في حوالي 60 مليون بني آدم حول العالم الرعب في دقيقة واحدة، سرقوا كل حساباتهم البنكية، وده طبعا عمل خسائر بمليارات الدولارات لأكثر من 217 مؤسسة مالية وسبب إفلاس شركات، وتم تقدير اللي كسبه في الوقت ده بحوالي 3.5 مليار دولار. ده امتى؟ ده قديم، ده غير ان هو كان بيصدر تأشيرات لأوروبا ليه ولأصحابه كده، انت عايز تسافر خد روح. وبالمناسبة كانت بتعدي، وبعد مطاردة طويلة قدرت السلطات التايلاندية بالتعاون مع الـ FBI اللي هو مكتب التحقيقات الفيدرالية بالقبض على بن دلاج سنة 2013، واللي كان معروف عندهم بالاسم الحركي BX1، وتم ترحيله لأمريكا وتم توجيه ليه 23 تهمة. في اعترافات بن دلاج كان بيقول ان هو بيقدر يهكر الأنظمة البنكية الأمريكية، ممكن يتحصل من 10 ل 20 مليون دولار في العملية الواحدة. بعض المصادر الجزائرية بتقول ان هو كان بيحول بعض الأموال دي للجمعيات الخيرية او لدعم القضايا العربية أو الإنسانية. في سنة 2016 تم الحكم عليه بحكم 15 سنة وثلاث سنوات تحت المراقبة، تهمة سرقة ملايين الدولارات من الحسابات البنكية. حمزة كان مشهور قوي لما كان بيتقبض عليه وهو مبتسم طول فترة اعتقاله ومحاكمته، لدرجة ان هم لقبوه بالهاكر المبتسم. ده اللي خلى فرنسا ان هي تبدأ تفكر في صناعة فيلم تحكي قصة حياته فيه وتسميه بالقرصان المبتسم. قصة حمزة بن دلاج ابتدت تظهر تاني لما ابتدت اخبار عن احتمالية ان هو يخرج من السجن، حسب مكالمة اذاعتها ليه احد القنوات الاخبارية الجزائرية، واللي قال فيها ان ميعاد خروجه من السجن هو 26 مايو 2024. لا، موعد لخروجكم في 26 مايو 2024، واللي قبل ان شاء الله. في النهايه انت شايف اللي عمله بن دلاج يعتبر عمل غير قانوني ولا عمل بطولي؟ بس كده ومستني اسمع ارائكم. انا بحبكم وخليكم دايما واعيين.